كسر من ايه؟ بقى 15 سنه بناخد حوافز وهو جه الوالي يلغيها بعد 15 سنه. مين الوزير؟ الوزير بتاع الجانب المنتخب الارشاد ولا حاجه معروفه غيره الحاجات دي. طب انت رئيس القطاع بيقول لك بقى واحد الدوله هيتفجر واخدين حروب. قال يا بيتك وقع ابنك مات ممكن مات مصيبه مصيبه خلاص خلاص. دلوقتي احنا من يوم الاربع اللي كنا واقفين قاطعين فيه الطريق طلع السيد الوزير على القضائيه وقال ان مفيش خصومات. اتفاجئنا النهارده رئيس القطاع ورؤساء القطاعات بيقولوا في لائحه، اللائحه دي هتظلمنا احنا واحنا بقالنا سنتين ما زدناش. اصبح ان دلوقتي لما يجي يخصموا مننا الحاجه غير، مواصلات غير. طب يا راجل الاجره النهارده زادت 75 قرش، الاجره زادت 75 قرش. عم بتخانق مع السواق؟ الميكروباص ب 4 جنيه. وشكرا.